ما تنطق بقى وتخلصني. ما انت اتكلمت ما اتكلمتش ما انا هعرف. ما تخلص. شو الحاجة؟ فطارة طه. ألف أنا غريب. يا ابني ما تتكلم. اللي قدامك ده ما بيهوش. أنا رحت أجيب فطار لقيته عامل فيك كده. أروح أجيب غدا. أنتوا كده رجالة يعني؟ تضربوني ولا مربوط؟ واحنا مستنيين واحد كلب زيك عشان يقولوا علينا رجالة؟ ما تنطق بقى وتخلصني. شايف. ماشي. غريب. هات لي فحمه مولعه ولا اقول لك هات مقص؟ انا ايوه تعمل ايه يا طه؟ قطع لك لسانك ما انت مش عايز تتكلم. طب ولو قطعت لساني هعرف مكان غريب ازاي؟ ولا مكان تسليم العمليه؟ اخليك تشاور ولو ما شاورتش هقطع لك دراعك. اعدله يا غريب. اهو لا يا طه يا طه يا عم ايوه تمام شده جامد بقى. طب خلاص اخلص بقى واتكلم. لك مش هقدر اتكلم ولا اي حاجه. يا ابني اخلص بقى. وانت لو فاكر ان حد هيجي ياخدك محدش هيجي لك. بقول لك ايه، قدامك لحد بالليل، فكر كده ودورها في دماغك وشوف انت عايز تعمل ايه. اروح مشوار وهرجع لك. غريب افطر براحتك كده وخلي بالك منه. ما تاكلوش. ها لا مش هاكل. السلام عليكم. عليكم السلام. مين حضرتك؟ أنا محامي الحاج أمين ورشاد. خير في حاجة؟ بصراحة في حاجة. كنت عايز أكلم حضرتك كده في حاجة. ضروري جدا يا ست راوية. يعني جدتي كانت نازلة على أرض السوق وإحنا مش عارفين إن الكلام ده حقيقي. الراجل إداني نسخة من تنازل لها وهو بيدور على حجة السوق وبيقول لي إنه هيجيب لي الأصل قريب عشان أصدق. ممكن تبقى مزورة. الراجل ده شغال مع رشاد دي بقى اكيد ملاوع زي. ايوه هو هيعمل كده ليه؟ مصلحته ايه يعني؟ طه هيكون كان متفق مع رشاد من الاول؟ يعني هما الاثنين كانوا عارفين ان جدتي اتنازلت عن الارض ومع ذلك ما يقوليش انا وبابا؟ ودلوقتي وقعوا في بعض مثلا؟ ما انت لو شفت شكل المحامي لما جالي كان متبهدل قد ايه هتعرف انه بيقول الحقيقه. ايوه بس ازاي يا استاذ امين ما كانش يعرف حاجه عن الموضوع ده؟ معرفش بقى يا طه، ما نفسي لسه عارفه. ايه يعني انا المفروض اعمل ايه يعني؟ هو انا فجاه تطلع لي املاك من تحت الارض وفجاه تتسحب مني؟ مفيش حاجه تتسحب منك. لكنك لا شفت الراجل ده ولا سمعت حاجه. انا هتصرف كده اشوف حدوته الموضوع ده ايه. ان شاء الله بقى تطلع غلط. لو طلعت صح يا طه ساعتها بقى يحلها الف حلال. كلام ايه اللي انت بتقوله ده يا استاذ فندم؟ عدم مؤاخذه كلامك كله غلط غلط. هو ايه اللي غلط يا رشاد؟ امال المحامي بتاعك بيقول كده ليه؟ وانت اي حد هيقول لك اي حاجه هتصدقها؟ طب يقول لك بقى انه راجل ضلالي جالي وطلب اتاوه وهددني ضربته راح مألف بقى هو الروايه دي عليك وعلى الست راوية. بقول لك ايه يا رشاد، ما تيجي دغري بقى وتقول الحقيقه بدل ما اطلع على اوقاف واتاكد بنفسي وتخسر كل حاجه. ولا كل حاجه ايه بس اللي اخسرها يا استاذ؟ يخسى عليك. وانا اللي بقول عليك عندك عقل يوزن بلد. مش عارف ان ما كانش معايا ورقه وشيخ الحرب ذات نفسه قايل ان هي مظبوطه. ومين عارف؟ ما هو مفيش حاجه مضمونه في الزمن ده. ما يمكن كمان تبقى دافع للشيخ الحاره. انا لا دافع للشيخ حاره ولا للمحامي. جرى يا سطاه؟ لا انت مستكتر عليا ان الدنيا تضحك لي. مستكتر عليا النعمه اللي ربنا بعتها لي. ده لو واخد النعمه دي بالحق مش بالنصب. طب ايه يقولك بقى ان السوق ده بتاعي؟ السوق ده بتاعي واللي هيهوب ناحيه ملكي انا عدم مؤاخذه هقطع له رجله. صح، بس السوق بقى ده لو طلع مش ملكك يا رشاد انا اللي هقطع رجلك من السوق كله، وهتبقى فضيحتك بقى أكبر من فضيحة أبوك.